قال الناطق الرسمي باسم حلف قبائل حضرموت الكعش سعيد السعيدي إن ما دفع الحضارم للاعتصامات والاحتجاجات هو الواقع المرير الذي يعايشوه وتكريس صنوف الهيمنة وما آلت إليه أوضاعهم من التردي الخدمي والمعيشي والتجاهل المتعمد لمطالب أبناء حضرموت. وأضاف السعيدي في حوار مع الموقع بوسط أن الاحتجاجات التي يقوم بها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع مشروعة لتمكين الحضارم من حقوقهم العادلة على تراب حضرموت الأرض والإنسان وليس بتمكين الانتقالي أو فصيل حضرم أو فصل حضرموت، موضحا أن لقاءهم بالمحافظ كان مرحبا بقرار تخفيض سعر الديزل المنتج محليا للتخفيف عن كاهل المواطنين الحضارم. ولفت الناطق الرسمي باسم حلف قبائل حضرموت الكعش سعيد السعيدي في حواره مع الموقع أن الحكم الذاتي الذي يطالب به حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع يعتبر ترسيخا للعدالة ولنيل الحقوق المشروعة والمستحقة وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن في حضرموت مع عدم وجود رؤية للحل النهائي للقضية اليمنية والنفط والثروات المعدنية في حضرموت تعتبر المورد الأساسي في اليمن وخاصة في حضرموت التي ترفد الدولة بما يعادل 75% من موازنتها.